قبل ما نبدأ الفيديو حق علي أن نشكركم دائما على التفاعل ديالكم، اشتراك، جيم وتعليق إيجابي. وهذا الشيء لكان كيدل على شي حاجة، فراه كيدل على أنكم جمهور راقي، حيث هذا التفاعل كيحفزني نعطي أكثر وكيخلي خوارزميات اليوتيوب تنشر الفيديو. ودير في بالك إلا كان صانع المحتوى هو اللي كيصنع المحتوى، فراه الجمهور هو اللي كيصنع صانع المحتوى. مشينا. في الفيديو اللي قبل كنا تكلمنا فيه على الجنرال حمو أم حزون، وكان خامس شخصية تكلمنا عليه في السلسلة، واللي كتعلق بالتعريب الشخصيات اللي مرت معنا في سلسلة انقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ. شفنا في الحلقة السابقة المسار التعليمي والمهني ديال حمو أم حزون والموقع ديالو من انقلاب الصخيرات، وذكرنا كذلك الروايات المختلفة حول مشاركته الإرادية أو غير الإرادية في هذا الانقلاب، وكذلك أحداث الإعدام ديالو ورفقة بعض الجنرالات والضباط. أما الشخصية اللي غنتكلموا عليها اليوم فكتتعلق بربان الطائرة الملكية محمد قباج، منقذ الملك الحسن الثاني في انقلاب البوينغ. فشكون هو الطيار محمد قباج؟ وشنو المسار الدراسي والمهني ديالو؟ وكيفاش قدر ينقذ الملك الحسن الثاني من موت محقق؟ وشنو السبب اللي خلاه يطلب الإعفاء من الخدمة العسكرية؟ وكيفاش ولات الحياة ديالو من بعد الانقلاب؟ فهادشي اللي غنشوف هاد الفيديو. محمد القباج من مواليد 1938 بمدينة فاس، غيدخل المدرسة كباقي الأطفال، إلا أنه كان من المتفوقين خاصة في الرياضيات، الشيء اللي خلاه يتخصص في الرياضيات العليا والرياضيات الخاصة من بعد سنتين من الحصول ديالو على البكالوريا. وفي سنة 1956 غيطلق الملك الراحل محمد الخامس مبادرة الشباب، واللي كان الهدف ديالها هو تأسيس الجيش المغربي. وفي 1 يوليو سنة 1956 غيشارك القباج في مباراة تكون أول دفعة من الطيارين المغاربة القوات المسلحة الملكية في كلية مولاي يوسف بالرباط، وغينجح القباج ورفقة 12 طالب تحت إشراف الكولونيل الدولي في هذه المباراة، وغينضم من بعد سلك الطيارين المغاربة اللي غيديروا التكوين ديالهم بالمدرسة الجوية بفرنسا. من بعد سنتين غيتخرج القباج وكان الأول في الدفعة ديالو كطيار حربي برتبة رائد الضابط بين طلبة المغاربة 12، واللي وشح من الملك محمد الخامس استثناء برتب ملازم عسكري. من بعد غيلتحق القباج بالقاعدة الجوية الفرنسية بمكناس، ومن بعدها القاعدة الجوية الفرنسية بسلا ضمن السير الثامن الحربي في سلاح الجو الملكي. وبالرغم من الخدمة العسكرية الشاقة فهذا الشيء ما منعش القباج من أنه يعيش قصة حب وحياة خاصة. في الفترة اللي دار فيها القباج التكوين العسكري دياله في الطيران في فرنسا، غيتعرف على شابة سويسرية كان الاسم ديالها أنجيلينا، وغيتزوجها وغتعيش مع أحداث انقلاب البوينغ بالمطار. لكن من بعد غيوقع بيناتهم طلاق، وغيتزوج القباج مرة أخرى من مضيفة طيران مغربية. من بعد 5 سنوات من الخدمة العسكرية غيطلب القباج الإعفاء ديالو من الخدمة، واختلفت الروايات حول السبب الرئيسي وراء هذا الطلب، لكن الأغلبية رجح الأسباب الشخصية. ومن بعدها غيلتحق القباج بالخطوط الملكية كطيار مدني سنة 1969. كان هذا مسار القباج التعليمي والمهني باختصار. ودابا غنوصل للنقطة المهمة من هذه الحلقة، واللي هي دور القباج في فشل الانقلاب. وباش يكون عندنا تصور صحيح على هذا الحدث فلا بد من نرجع بالزمن وراء، وبالضبط في الفترة اللي فشل فيها انقلاب الصخيرات وتم القبض على المشاركين وإعدام بعض الضباط والجنرالات. فمباشر من بعد نجاة الملك الحسن الثاني بقصر الصخيرات على يد أحد الجنود اللي كانوا مشاركين في الانقلاب، واللي هو سارجان كنوش محوش،
غيولي الجنرال أوفقير وزير الدفاع. وكان الملك الحسن الثاني قال لأوفقير: جنرال أوفقير، قف، إنني أعهد إليك اليوم بجميع سلطاتي العسكرية والمدنية تولى إنهاء هذه القضية. وتكلف أوفقير بإنهاء الانقلاب وإلقاء القبض على الجنود وكل من ليه علاقة بالانقلاب. هاد الصلاحيات اللي خولها الملك الحسن الثاني لأوفقير خلاته يكون الرجل الأقوى في المغرب، وكانت هذه هي الفرصة المواتية لأوفقير باش يقضي على الشخصيات القوية واختار العناصر اللي ممكن تشارك معها في الانقلاب الثاني. وكان أوفقير وراء السرعة في تنفيذ الإعدام في حق الجنرالات الربعة، واللي هما حمو وأم حارش وحبيبي وبوغرين، بالإضافة لعقادة ستة واللي كان من بينهم الفنيري والمانوزي والشلواطي وغيرهم. وهذا الشيء كان بهدف أنهم ينافسوش على السلطة مستقبلا. وحسب بعض الروايات فالسرعة في تنفيذ الإعدام كان سبب هو القضاء على الشهود باش ما يكتشفوش أمر أوفقير اللي كان ليه يدفن انقلاب الصخيرات. وهذا العمل يتكررت بشكل واضح ملي عطى الأوامر بذبح كل الطيارين في قاعدة القنيطرة واللي شاركوا في انقلاب البوينغ. والسبب طبعا هو القضاء على الشهود. والعديد من الإشارات كانت كدل على أن أوفقير كان ليه يدفن هذا الانقلاب. ومنها حكاية مؤرخ المملكة المغربية عبد الوهاب بن منصور واللي رواها الإعلام صديق معنينو، واللي كتقول بأن الملك توصل برسالة فيها تحذير للملك بأن أوفقير كيخطط لمؤامرة وأنهم كيتجمعوا في واحد المكان وأن عبابه كيخطط لكذا وكذا. إلا أن الملك الحسن الثاني واجه هذه الرسالة بنوع من اللامبالاة. وحسب بعض الروايات فالجنرال أوفقير عرضوا عليه فكرة الانقلاب وقال لهم بهذه العبارة: إلا نجح الانقلاب أنا معكم، وإلا فشل غنذبحكم. ولعل هادشي اللي كيفسر السرعة في تنفيذ الإعدام بإشراف الجنرال أوفقير. ومن بين الأمور اللي كانت كتدل على أن أوفقير كانت كتراوده فكرة الانقلاب صرخت الجنرال بوغرين يوم الإعدام ملي صاح وقال: احترس يا أوفقير، سيأتي دورك في المرة القادمة، أنا أعلم أنك شريك لنا في الفكر. وكي أكد هادشي كذلك الكلام اللي جا في كتاب صديقنا الملك الجيل بيارون، واللي نقل فيه كلام جون لاكوتور، واللي قال: منذ 20 عاما لم يتعرض الشعب المغربي مرة للخطر إلا ووجد أوفقير إلى جانب أعداء وحدته وتحرره وتقدمه. ملي كان أوفقير كيأدي المهمة اللي كلفوا بها الملك الحسن الثاني واللي هي إناء قضية الانقلاب كان أقل شراسة من السابق، وكان كيستقبل بعض الضباط المشاركين في المنزل ديالو من أجل استجوابهم والوقوف على تفاصيل أحداث الانقلاب بحال استقبال محمد الرئيس. وحسب بعض الروايات فسبب هاد الليونة اللي تعامل بها أوفقير مع الجنود كان سببه هو محاولة كسب ود الجنود واستعمالهم في الانقلاب الثاني. في هاد الفترة غيتصل أوفقير بأمقران قائد القاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة وطلب منه يجي عنده للرباط، حيث أمقران كان في الصخيرات ملي وقع الانقلاب وقدر أنه يهرب ويلتحق بالقاعدة الجوية. ملي اتصل أوفقير بأمقران وطلب منه المجيء للرباط غيتصل أمقران بدوره بصالح الشاد وطلب منه يتصل بالمساعد المفضل الماغوتي باش يجيب السيارة ويرافق أمقران للرباط. وهنا غيمشي أمقران برفقة الماغوتي وأحد المرافقين، وملي وصلوا للرباط قال لهم أمقران: أصدقائي، إذا لم أرجع بعد ساعتين فارجعوا إلى القاعدة، ووداعا يا أصدقائي. حيث أمقران كان عارف أن أوفقير ممكن يصفيها ليه في أي لحظة. ملي دخل أمقران على أوفقير غيتوجه ليه الجنرال أوفقير وغيزول النظارات ديالو وغتجي عينه في عين أمقران بحال شي كوبرا غتنقض على الفريسة ديالها، وغيقول له: أنا عارف أنك من المتورطين في هذا الانقلاب، وعندي شهادات الزملاء ديالك اللي كتبت التورط ديالك في العملية. غينفي أمقران التهم، لكن أوفقير غيشد الهاتف واتصل بالأصدقاء ديال أمقران وطلب من أمقران يدير السماعة الثانية باش يسمع المكالمة. وبالفعل تم الاتصال بالضباط الثلاثة اللي اتهموا الزميل ديالهم بالتورط في الانقلاب. ملي سالت المكالمة قال أوفقير لأمقران: هادشي كيعني أني خاص نطلق عليك النار في الحين وتكون من المعدمين،
لكن مادام أن السلطات كلها بيدي فغنمنحك فرصة أخرى للحياة. اعتبر نفسك مراقب ابتداء من هذه اللحظة، سير القاعدة ودير أي حاجة أمرتك بها. وهكا قدر أوفقير يدير أمقران في جيبه باش يكون وسيلة لتلفيل الانقلاب الثاني. ملي هدأت الأمور ولا أوفقير وزير الدفاع والماجور العام، بدا كيزور القاعدة الجوية بالقنيطرة زيارات متكررة، وكان الهدف من هاد الزيارات هو يكسب الطيارين باش يكونوا من الأتباع ديالو ويستعملهم في الانقلاب الثاني كيف ما استعمل عباب وجنود مدرسة أهرمومو في الانقلاب الأول. وكان أوفقير كيلبي أي حاجة طلبوها ضباط القاعدة وكيحل المشاكل ديالهم. وملي تقوت العلاقة بين الجنرال أوفقير وأمقران، غيعرض عليه أوفقير المشروع الانقلابي ديالو على الملك الحسن الثاني وحكاله بعض الأسرار اللي كيعرف على الملك. ومن بعد تردد أولي غيوافق أمقران وطلب أوفقير من أمقران يهيئ خطة محكمة باش يكون الانقلاب هاد المرة انقلاب تقني وعصري عوض الفانتازيا اللي دارها عبابه والرجال ديالو في قصر الصخيرات. وكانت الخطة هي إسقاط طائرة الملكي في البحر. في هاد الفترة غيمشي أمقران لفرنسا من أجل العلاج حيث كان مصاب بسرطان الكليتين. ومن اللي رجع أمقران للمغرب غيولي هو القائد الثاني للقوات الجوية الملكية نائب الكولونيل اليوسي القائد العام لقوات الطيران. وغيولي قويرة هو القائد الأول القاعدة الجوية بالقنيطرة في مكان أمقران. وغيولي الطيار صالح الشاد هو القائد الثاني القاعدة الجوية بالقنيطرة ورئيس العمليات. وكان الهدف من ترقية أمقران هو يكون له صلاحيات أوسع باش ينجح الانقلاب. وجات اللحظة اللي غيغادر فيها الملك الحسن الثاني لفرنسا، وكانت هاد اللحظة كتحظى بحذر من الملك. غيمشي الملك والمرافقين ديالو في القطار لمدينة طنجة وركبوا في البحر متوجهين لمارسيليا، ومن ثم داتهم طائرة مباشرة لباريس. في لحظة الوداع في طنجة غيثير انفعال أوفقير انتباه الشهود، غيحني أوفقير بحال جميع أعضاء الحكومة وغيقبل يد الملك من الجهتين وبدا كيجهج بالبكاء حيث كان كيعتقد أنه ما غيوليش يشوف الملك مرة أخرى. لكن التخطيط شيء والأقدار شيء آخر. في الفترة اللي كان فيها الملك الحسن الثاني في فرنسا كانت القاعدة الجوية والمدبرين لهذه العملية كيستعدوا لإنجاح خطة الانقلاب وإسقاط الطائرة. كان أوفقير بغى الأمر يبقى سري بينه وبين أمقران وطلب منه يقصف طائرة البوينغ بطائرة واحدة تكون مسلحة. وكان الهدف هو أن أوفقير يسهل عليه تصفية أمقران وكذلك باش ما يكونوا الشهود اللي يشهدوا بأن أوفقير هو الرأس المدبر لهذه العملية الانقلابية. لكن أمقران طلب من أوفقير باش ينضم ليهم الكوموندو غويرا ووافق أوفقير على هذا الطلب. في صباح يوم 16 غشت سنة 1972 واللي هو يوم الانقلاب، كانوا الضباط كيتناولوا وجبة الفطور بالقاعدة الجوية بالقنيطرة وهم يتفاجئوا بحضور أمقران القاعدة واللي خبرهم بأنه رجع القاعدة باش يديروا عملية الخفر بمناسبة رجوع الملك من فرنسا. وعملية الخفر المقصود بها حراسة الطائرة الملكية. غيتوجه أمقران وقويرة لمكتب القيادة وطلب من حشاد يوجد 6 طائرات لحراسة الطائرة الملكية أثناء دخول الأجواء المغربية، 3 طائرات مسلحة و3 طائرات بدون سلاح. غيمشي صالح حشاد لقاعة العمليات وغيدير اجتماع مع جميع الطيارين وذكر اسم الطيارين اللي غيشاركوا في عملية الخفر. وفي المقابل كانت عودة الملك الحسن الثاني من فرنسا. توقف الملك في برشلونة وتناول الغداء مع وزير الخارجية الإسبانية غريغوري لوبيز. في خلال التوقف في برشلونة غيتصل مركز المراقبة الإقليمي في الدار البيضاء بربان الطائرة الملكية قباش باش يعرفوا موعد تحليق الطائرة الملكية فوق سماء طنجة. لكن قباش جاوبهم بأن موعد الانطلاق راهين برغبة الملك الحسن الثاني. وقبل الإقلاع أطلب قباج من بر المراقبة في مطار رباط سلا الإذن بالمرور فوق أجواء تطوان عوض طنجة، وهذا الشيء اللي تمت الموافقة عليه. وفي هذا الأثناء غتقلع 6 طائرات إفسانك من القاعدة الجوية بالقنيطرة، 3 طائرات مسلحة كان فيها كل من قويرة وبو خالف وزياد.
زياد غيعرف انهم توجيه لقصف الطائرة الملكي قبل ما تقلع الطائرة. اما ابو خالف فما غيعرف ان المهمة هي قصف الطائرة ومشي حراسة الطائرة الملكية حتى غيحلق في السماء. اما الطائرات الاخرى اللي ما كانش مسلحة وحتى الطيارين اللي كانوا فيها ما كانوش على علم بالانقلاب، فكان منهم الطيار صالح الشال وراكب حدا الدكالي اللي طلب منه يرافقه بهدف النزهة فقط. اما الطائرات الاخرى فكان فيها كل من دحو وبوبكر. ملي قلعوا الطائرات كان الطيار صالح الشاد هو قائد السرب، اتجهوا مباشر للشمال لاستقبال الطائرة الملكية. كان بالقرب من حشاد كل من دحو وبوبكر. اما قويرة فكان قريب منه كل من زياد وبو خالف. ملي وصلوا للشمال اتصلوا بهم في برج المراقبة وخبروهم بأن الطائرة الملكية دخلت الأجواء المغربية. في هذه اللحظة غيطلب حشاد بصيفته قائد السرب من الطيارين يبدأوا عملية الخفر، وتوجه حشاد والمرافقين اللي معه اليمين ديال طائرة البوينغ. لكن ملي غيلتافت حشاد لجهة الشمال ما غيلقاش الطائرات الأخرى بجانب البوينغ. من بعد 3 دقائق غيبانوا ليه الطائرات الأخرى كتطلع وتهبط. كان حشاد كيعتقد أن قويرة كيدير الأعمال البهلوانية لتحية طائرة الملك، لكن في واحد اللحظة غيتفاجئ بأن طائرة الملك كتقصف. وغيسمع في الجهاز ديالو واحد منهم كيقول بعد من الطائرة. هنا غيعرف حشاد والمرافق اللي راكب معه الدكالي انه انقلاب، وهو يقول للدكالي خاص نهربوا لإسبانيا. لكن حشاد غيجاوبو علاش غنهربوا حنا ما خططناش للانقلاب. وغيتوجه حشاد مباشرة للقاعدة الجوية بالقنيطرة، وغيبقى قويرة وبو خالف وزياد باش يقصفوا الطائرة. في اللحظة اللي بغى فيها قويرة يقصف فيها الطائرة الملكية غيتفاجئ بأن الطائرة ديالو ما كتستجبش لعملية إطلاق النار. هنا غينفعل قويرة وطلب من الأصدقاء ديالو يبعدوا من عند طائرة البوينغ باش يقوم بعملية شبه انتحارية. كان بغي يتوجه بالطائرة ديالو F5 في اتجاه طائرة البوينغ باش يصطدم بها ويوقع انفجار، وقبل ما يصطدم بها يتلاح بالمظلة ديالو. لكن في اللحظة اللي تلاح فيها بالمظلة الطائرة ديالو انحرفت على المسار ديالها وما اصطدمش بطائرة الملك. غيطيح قويرة وغيتكسر من الدراع ديالو، ومن بعد تم إلقاء القبض عليه من طرف الدرك في نواحي سوق الأربعة وداوه القصر الملكي. أما الملازم زياد فغيطلق 200 رصاصة لكن ما تمكنش من إصابة الطائرة الملكية. والوحيد اللي قدر يقصف الطائرة الملكية هو الملازم بوخالف. والغريب الأمر أن بوخالف هو الطيار اللي علموه بالانقلاب وهو في الجو. هنا غتصاب طائرة الملك بأضرار كبيرة، عطل المحركين والتالت شعلت في لافية. وبالرغم من القصف اللي تعرضت له الطائرة الملكية إلا أنها نزلت في مطار رباط سلا مع جونس من بعد مطاردة من طرف الطيارين اللي دامت نص ساعة تقريبا. كيقول الملك الحسن الثاني في معرض إجابته على السؤال التالي: هل اعتقدتم في لحظة ما بأنكم لن تفلتوا من هذا الاعتداء؟ كيقول الملك الحسن الثاني: تقنيا كدنا نالك، فلم يبقى سوى محرك واحد للطائرة شبت فيه النيران، وكان ربان الطائرة السيد القباج تغمد الله برحمته ربانا بارعا، حيث كان يشرف على منح رخص القيادة لربابنا الطائرات المسافات الطويلة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية. وفي لحظة ما توجه إلي بقولي: هل تسمحون لي بارتكاب أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه ربان طائرة، ألا وهو تشغيل المحرك الذي شبت فيه النيران؟ إنها فرصتنا الوحيدة. فأعطيتهم موافقتي، وهنا حدثت المعجزة، حيث اشتغل المحرك، فلو لم يفعل ذلك لتحطمت بين الطائرة، لا سيما وأن جميع أجهزة القيادة المائية قد تعطلت. والواقع أن القباج ومساعده البكاري كانا يبدوان وكأنهما يحملان على كاهلهما ثقل 40 طنا وهو وزن طائرة البوينغ، مما جعلهما يضلان بعد نجاتنا لمدة تزيد على 10 أيام طريح الفراش نتيجة ما أصابهما من تجنج عضلي وإرهاق شديد.
كيقول الإعلام صديق مانينو كرواية منه أثناء التغطية ديالو لهذا الحدث. كيقول بأن المطار كان فيه وزراء كينتظروا قدوم الملك، وكان من بينهم الجنرال أوفقير اللي كان كيدخن السيجارة وكيضحك مع الوزراء. وعادة ملي كتنزل الطائرة كتجيب دورة وكتهبط في المطار، لكن هذه المرة جابت دورة واختفت. ملي هبط الطائرة الملكية كانت مصابة، ونزل منها الملك والمرافقين اللي كانوا معه، ومنهم الدليمي ومولاي حفيد العلوي وغيرهم. ملي هبط الطائرة غيتفاجئ أوفقير وغيتوجه مباشرة لبرج المراقبة، وغيأمر الطيارين باش يجهزوا 6 طائرات ويقصفوا المطار والقصر الملكي بالرباط. كيقول الملك الحسن الثاني: لقد نزلت الطائرة بأرض المطار بعجلة واحدة، ومخازنها لازالت ممتلئة بالوقود، وذلك أمر بديهي لأننا لم نحلق كثيرا في الجو. وقد نزلت من الطائرة وامتطيت سيارة كانت واقفة هناك، ووصلت إلى القاعة الشرفية حيث كان الوزراء يتجاذبون أطراف الحديث، وكان أفراد الحرس الملكي الذين كانوا سيؤدون التحية على نغمات النشيد الوطني جالسينهم أيضا، والبنادق والطبول مرفوعة على الأرض، فلم ينتبه أحد لما حدث. وبمجرد وصولي وقف الجميع وأدوا التحية، ثم استعرضت فرقة من الحرس وتقدم الوزراء للسلام علي. وعندئذ فقط قلت لهم: هل تعلمون أن طائرتي تعرضت لإطلاق النار؟ فذهل الجميع. في هذه اللحظات غيخطط الملك الحسن الثاني يخرج من المطار خفية بلا ما يشوف شي حد، حيث الملك الحسن الثاني كان عارف أن الطائرات إف 5 اللي قصف الطائرة ديالو ما يمكنش يبقاو بزاف في الجو، وأنهم غيمشيو للقاعدة ويرجعوا باش يقصفوا المطار. قبل ما يخرج الملك من المطار ويتجه القصر ديالو بالسخيرات، غيطلب من الموكب ينطلق. هاد الموكب اللي كان كيتكون من سيارات الأمن والحراس والدراجات النارية وغيرها. كيقول الملك الحسن الثاني: التجأ مولاي عبد الله إلى بيت أحد الفلاحين، أما أنا فقد التقيت بأحد موظفي المطار على متن سيارة صغيرة، وطلبت منه أن يترك لي سيارته، فامتطيت السيارة وسلكت ممرا يعبره التلاميذ، ثم قطعت الطريق المقابل للمطار الذي يؤدي إلى سلا، وبعد ذلك اجتزت المدينة بكل هدوء وتوجهت مباشرة إلى قصر بستخيرات، حيث كان أفراد عائلتي ووالدتي ينتظرونني. وبمجرد وصولي استحممت في مسبح ممتلئ بماء البحر لأستعيد سابق هدوئي، ثم أديت الصلاة شكرا وحمدا لله. أما أمقران ملي عرف أن الطائرة نزلت بسلام في المطار، غيسلم زمام الأمور للنقيب العربي ببرج المراقبة، وغيهرب مع اليزيد بالمروحية الجبل طارق. أما بخالف وزياد فغيرجعوا القاعدة للتزود بالداخرة ومشاو يقصفوا المطار. ملي رجعوا القاعدة شافوهم بعض الطيارين وسولوهم شنو وقع، وهو يقول لهم زياد: إلا بغيتوا تعرفوا شنو وقع خذوا الطيارات ديالكم وتبعونا. وهنا غتنطلق 6 طائرات من القاعدة، وكانوا هالطيارين هما المهدي وبالقاسم وكمون وبحراوي وبنوا. مشاو باش يكملوا القصف ديال المطار، وقصفوا كذلك القصر الملكي بالرباط. ومن بعد نهاية القصف رجعوا كاملين للقاعدة بدون ما يصيبوا الهدف ديالهم، واللي هو القضاء على الملك الحسن الثاني كيف ما كان مخطط أوفقير. ملي وصل الملك الحسن الثاني للقصر ديالو بالسخيرات، غيجيبوا ليه الدراكيين الطيار قويرة، وهنا غيحكي قويرة كل شيء للملك، وأن أوفقير هو الرأس المدبر لهذه العملية. أما الجنرال أوفقير ملي عرف أن الإنقلاب فشل، مشى لوزارة الدفاع وأمر الجنرال عبد السلام يلتحق بالقاعدة الجوية ويذبح كاع الطيارين المشاركين في الإنقلاب، وكانت هذه محاولة منه باش يصفي كل الشهود. لكن ما كانش في خباره أن الداركيين اعتقلوا قويرة وسلموه للملك بالقصر وحكى ليه كل شيء. غيمشي الجنرال عبد السلام نائب القاعدة الجوية الملكية القاعدة الجوية بالقنيطرة كيف ما أمر أوفقير
وتم إلقاء القبض على المشاركين في الانقلاب، لكن بلا ما يذبحهم كيف ما أمر أوفقير. ومن بعد غد تحرك المدرعات بقيادة الكولونيل لوباريز وحاصرت القاعدة، وطلب لوباريز من الطيارين ينباطحوا الأرض، وطلب من سائق الدبابات باش يسحقوهم. لكن غي يدخل الكولونيل يوسي قائد القاعدة الجوية الملكية وقنعوا باش ما يرتكبش هاد المجزرة. من بعد غي يتم اعتقال الجميع وداهم المكتب الثاني للاستخبارات العسكرية من أجل الاستنطاق، ثم غي نقلهم لتكنة لواء المظليين باش يتم استنطاقهم مرة أخرى من طرف الدرك الملكي. أما ضباط الصف فغي يتم اقتيادهم من طرف جنود وحدة إصلاح المعدات العسكرية التكنت الهندسة العسكرية بتمارا من أجل الاستنطاق. من بعد غي يديهم للسجل العسكري بالقنيطرة وخضعوا العزلة الشاملة لمنتصف شهر نوفمبر، التاريخ اللي جا فيه الكولونيل بن عيادة كممثل قاضي التحقيق ووكيل النيابة. أما أمقران اللي هرب مع اليزيد الجبل طارق بالمروحية فغي يطلب اللجوء، لكن المغرب غي يطلب من بريطانيا يسلموا أمقران وليزيد. وهنا غتسلم بريطانيا أمقران وليزيد المغرب بشرط يتم المحاكمة ديال المحاكمة عادلة. وفي 17 أكتوبر تم افتتاح محاكمة الإنقلابيين المشاركين في انقلاب البوينغ. كان عدد المتهمين 220 ضباط وضباط صف وجنود كلهم كينتميوا للقاعدة الجوية. كان السيد عبد النبي بوعشرين وهو رئيس المحكمة، والكولونيل بن عيادة وهو قاضي التحقيق ووكيل النيابة في نفس الوقت، وكان من أعضاء المحكمة دليمي وسكيرش. تم مثول كل من أمقران وقويرة أمام القاضي واعترفوا بالتهم المنسوبة ليهم، واعترف ليوتن زياد بالتهم المنسوبة ليه، في حين أن باقي المتهمين صرحوا بأنهم مجرد منفذي الأوامر. في 7 نوفمبر غتصدر المحكمة قرارها بالحكم بالإعدام على كل من أمقران وقويرة والطيارين السبعة اللي هاجموا البوينغ والمطار والقصر الملكي، وشمل الإعدام كذلك النقيب العربي اللي حل محل أمقران في برج المراقبة، وكذلك الملازم ليزيد المسؤول على الرقابة الأمنية في القاعدة واللي هرب مع أمقران لجبل طارق. وصدرت أحكام تتراوح بين 20 سنة سجنا مع الأعمال الشاقة وثلاث سنوات سجنا في حق 32 متهم، وتم تبرئة 177. أما الجنرال أوفقير فاختلفت الرواية حول النهاية ديالو بالقتل والانتحار. رواية كتقول بأنه تم استدعاء القصر الصخيرات وكان في استقبال الدليمي وتعانقوا بعضياتهم، واستغل الدليمي هاد العناق باش يتأكد واش أوفقير هزم مع السلاح. ومن بعد تم إدخاله من طرف الدليمي لواحد المكان كان فيه الملك الحسن الثاني ومولاي حفيد العلوي، وتم تصفية أوفقير من طرف الدليم ومولاي حفيد العلوي أمام أنظار الملك. ورواية كتقول أن الدليمي استدرج أوفقير من اللي قال له أن الملك مصاب إصابة خطيرة في واحد المنزل قرب المطار. من اللي مشى أوفقير لتما تم القتل دياله من طرف الدليمي. ورواية كتقول أنه انتحر حيث المناصب اللي تسلق أوفقير والكبرياء دياله ما سمحوش لأنه يتعرض للاستنطاق ونزع النياشين والإعدام، هادشي لش فضل الانتحار. الشي اللي خلى بعض الصحفيين يطرحوا هاد السؤال على الملك الحسن الثاني، كيف مات أوفقير؟ Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui est-il Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question. Comment allait mourir Hassan? ومن بعد الانقلاب غيدوز القباش شهر من نقاها في المستشفى العسكري، وغيتم تعيينه كقائد القوات الجوية خلف اليوسي، بالإضافة لتدبير المكتب الثاني المكلف بالمخابرات العسكرية. ومن بعد سنة على الانقلاب غيتم إصلاح الطيارة، وغيسافر بها الملك الحسن الثاني رفقة القباش لمكة المكرمة، وغيأمر باش تغسل بماء زمزم، ومن ثم
غير تطلق على اسم الحاج بوينك. وهنا كنكون وصلنا نهاية الفيديو، ونتلاقوا في حلقة أخرى إن شاء الله.